بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت وبرنامجكم برنامج كروسفيت. وياكم حسين السعد، واللي ان شاء الله من خلال هذا البرنامج نتعلم ان احنا نحافظ على صحتنا، نزيد من القوه البدنيه، كذلك يساعدنا هذا البرنامج في نزول الوزن وتحسين جوده الحياه. تمريننا دائما يكون عباره عن بارت A بارت B. بارت A دائما يكون فيه تمارين اكسسوري نحافظ فيها على صحتنا، نزيد فيها المدى الحركي، أو أحيانا يكون في تمارين ويت ليفتنج أو تمارين جيمناستيك نتعلم فيها مهارات جديدة بالنسبة للعبة الكروسفيت. بارت بي يكون في تمرين وود يساعدنا في تطور اللياقة القلبية وكذلك يساعدنا في نزول الوزن. بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون بارت A واحد من أهم التمارين بالنسبة للكروسفيت، واللي يجيده تقريبا القليل من لاعبين الكروسفيت أو النخبة من لاعبين الكروسفيت، والكل يتمنى أنه يتعلم هذا التمرين، واللي هو تمرين هاند ساند ووك. راح ناخذ بعض الدريلز كل سهولة. أنا أقول لك أيا كان مستواك، أيا كنت لاعب مبتدئ، لما تمشي على هذه التمارين والدريلز اللي راح تسويهم راح تتعلم أنك تمشي على يدينك مهما كان مستواك. حتى إذا ما كنت لاعب كروسفيت تتابع هذا البرنامج، سو هذه الدريل ومن خلالهم مع الوقت راح تتعلم أنك تمشي على أيدك. خلونا نشوف هذه الدريلز. أول واحد واللي هو هاند هولد أو هاند ستاند هولد، وأنك تتعلم أنك توقف على أيدك وتسند على الطوف. حاول انك تاخذ خطوه قريبه من الطوف تقريبا بحدود ذراع، يعني اذا بتقيس وين تخلي ايدك بعيده عن الطوف حاول انك تقيسها بالذراع كذي، فراح يكون هني مكان الكوع المكان اللي تحط ايدك فيه علشان ريولك تتسند على الطوف، كذلك القدم الثانيه بشكل او الايد الثانيه بشكل موازي، فراح يكون هاند ساند هولد بالطريقه هذه. هذا المستوى الأول أو مثل ما نقول الخطوة الأولى في تمرين هاند ساند ووك، إنك تتعلم شلون تسوي هولد. حاول دائما تستخدم عضلة اللاتس وتفعلها، لا تحاول إنك تسند بس على كتفك، لا حاول تسويها بالطريقة هذه بحيث إنك تمد إيدك بالكامل وتسند على اللاتس. فراح نسوي هذا التمرين تقريبا دقيقة واحدة ثلاث جولات علشان تتعلم الهاند ساند ووك. هذا بالنسبة للتمرين الأول. التمرين الثاني بالنسبة لتمارين اليوم راح يكون وول ووك، أنك أنت تنام على الأرض بعدين تمشي على إيدك توصل للطوف وتنزل مرة ثانية، وهذا يسمونه هاند ساند هولد عشان تتعود أنك تمرن كتفك شلون أنك ترفع إيد وتحط إيد وتمشي خطوات. فخلونا نشوف. تسوي هذا التمرين تقريبا ثلاث عدات ثلاث جولات علشان تتعود انك تمشي. اذا كان مستواك يعني ما تقدر تصعد للاخر ممكن تصعد نص بعدين تنزل، مع الوقت جوله ورا جوله اسبوع بعد اسبوع راح يصير كتفك اقوى فتقدر تصعد الى الاخر. التمرين اللي بعده راح يكون شولدر تاب، انك تسوي الهاند ساند وول او الوول ووك بعدين ترفع ايد تلامس كتفك تنزلها، ترفع الثانيه تلامسها الكتفك. هذا التمرين راح يكون التمرين اللي بعد هذا التمرين حسب مستواك، اذا كان مستواك هاند ساند هولد فقط فراح تسوي الهولد لغايه ما يضبط وياك. اذا كنت مرحله افضل راح تسوي الول ووك، اذا كنت مرحله افضل والول ووك تقدر تسوي ثلاث عدات ثلاث جولات بسهوله فتنتقل الى المرحله اللي بعدها واللي هي الشولدر تاب بالطريقه هذه. هذا التمرين راح تسوي 10 مرات شولدر تاب في ثلاث جولات. اذا شفت انه سهل وبسيط بالنسبه لك اوكي، اذا كان وايد صعب وتبي تسوي التمرين ممكن تستخدم البوكس، فراح يكون ريولك على هذا البوكس وجسمك بشكل مستقيم وتلامس كتفك بالطريقه هذه. التمرين اللي بعده راح يكون باستخدام البوكس، وراح تحاول انك تمشي خطوات يمين بعدين يسار، وراح اراويكم اياه ان شاء الله. فراح تسوي ممكن تسوي ثلاث جولات في
ثلاث مرات تروح وترد. إذا كان التمرين سهل فراح تسويه على الطوف. حاول تسند جسمك على الطوف، تروح خمس خطوات يمين، بعدين ترجع مرة ثانية خمس خطوات يسار. راح تمشي على هذا التمرين لغاية ما أو هذا التمارين أو هذا الدريلز راح تساعدك إنه تقدر أسبوع بعد أسبوع يتحسن جسمك وقادر إنك تمشي. فراح نبدأ أول خطوة بالهاند ستاند ووك، واللي هي راح تاخذ متر واحد خطوة واحدة عن الطوف، بعدين راح تمشي خطوة واحدة. لما تتقنها تحس إنها سهلة راح تاخذ خطوتين، فراح تبدأ من هني إلى الطوف، بعدين ثلاث خطوات لغاية ما إن شاء الله تنطلق وتقدر تسوي هاند ستاند ووك بشكل أفضل. أهم الملاحظات اللي أقول لك إياها عشان تسوي هاند ستاند ووك: رقم واحد، دائما تشد الكور، لا تخلي كورك راخي، حاول تشد الكور، تشد الجلوت. دائما أصابع القدم حاول ترفعها إلى أعلى، تسكر ريولك. تشوف لاعبين كروس فيت تكون القدم مايلة كذي فاتحين ريولهم، لا، أحسن شيء إنك تسكر ريولك، ترفع المشط إلى أعلى، تشد الكور وتشد الجلوتس، ودائما تستخدم اللاتس وانت تمشي. نشوف لاعبين يكون يستخدمون مثلا بالمشي اصبع واحد، يعني تلاقي يمشي كذي، لا، الافضل انك تستخدم كل الاصابع بحيث انك تمشي بالطريقه هذه، فراح يكون اثبت بالنسبه لك. بعدين الاصابع ما تكون سيده على الارض، لا، حاول تسويهم كذي عشان يكون الجريب مالك او مسكتك على الارض اقوى. فالحين راح نجرب وياكم، راح نمشي خطوة واحدة فقط. فراح تسويها ثلاث جولات، إذا حسيت إنك أوكي ممكن تاخذ خطوتين أوكي، الأسبوع اللي بعده ثلاث خطوات لغاية ما تتقن الهاند ستاند ووك. كذي نكون خلصنا بارت A بالنسبة لحلقتنا اليوم. أعزائي المشاهدين، بالنسبة لتمرين بارت بي حلقتنا اليوم راح يكون تمرين بسيط وممتع إن شاء الله. راح يكون أربع جولات فور تايم، حاول الوقت يكون بحدود 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. التمرين الأول راح نسوي بيربيز تو تارجت، فراح تسوي بيربيز بعدين تلامس التارجت. طبعا بالنسبة للبيربيز حاول تسوي أقل حركة ممكنة، يعني نشوف ناس لما ينزل شوي شوي بعدين قطري له ورا ويصعد، لا، حاول تفتح ريولك أوسع عشان تكون أقرب إلى الأرض، تنزل طق الأرض وتصعد فوق، بعدين جمب. فراح تسويها 15 عدة، بعدين راح تسوي بوكس جمب أوفر 15 عدة. إذا كان هذا البوكس مناسب بالنسبة لك أوكي، إذا كان ارتفاع عالي فممكن يكون بوكس أقل بالطريقة هذه، أو حتى السيدات راح يستخدمون بوكس بهذا الارتفاع. إذا كان البوكس جمب صعب راح نسوي ستيب أب، أو راح نحط بليت، ممكن أستخدم اثنين بليت. أنا طبعاً دائماً أحب أن احنا نتعلم التمرين صح، فبدل ما أسوي ستيب أب أسوي بليتة واحدة أو ثنتين أو ثلاثة وأنط عليهم وأنزل، راح أتعلم أني أنط. الثالث راح يكون سكي 15 كالوري على السكي، وهذه اللي راح يكونون أربع جولات. فخلونا نشوف التمرين. فراح نبدأ بالبيربيز أول شيء. بعدين راح نروح البوكس. بعدين راح نسوي 15 كالوري. وبعدين راح نعيد التمرين أربع جولات وبشي نكون خلصنا بارت بي. أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا استفدتوا من الدريلز اللي أخذناهم حق الهاند ستاند ووك.
كذلك التمرين عجبكم، نشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.